سلم البنات، بغيت اليوم نوجد واحد الشهيوه ديال الخضره مفوره مع الحوت. البنات الحوت غادي نديرو في الفران، والخضره غادي نديرها بطريقتي. عندي البنات اللوبيا خضراء، هانتوما كتشوفوها مقطعه ومغسوله قياسي ديال عائلتي البنات، واللي عنده العائله تبارك الله كبيره يضرب المقادير. كندير لها الملحه ديالها، كندير لها شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، كنخلطها مزيان بحال هكا. زدتها شويه الملح البنات، حيت لقيتها الملح اللي درت لها ما كافياهاش. هانتوما كتشوفوها، غادي نخليها هكا هنايا. وغادي ندير البنات عندي بطاطا وعندي خيزو، هنا عندي القياس جوج خيزويات وهنا جوج بطاطات. كنديروا البنات البطاطا، الا هبطوا شي خيزويات انا غادي نهزهم في التالي، غادي نديرهم لهيه. ضروري البنات نفرقوهم باش من نجيو نجبدوهم نجبدوهم مفارقين وصافي، مي باش ما يتخلطوش لينا. ونفس ما درنا لاريكو غادي نديرو البنات البطاطا وخيزو. تايا شويه الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون. هانتوما البنات انا الخضره ديالي ما كندير لها هاد الطريقه، راه ما كنديرش فيها الماء، ولكن مني حيت نتوما تخافوا الكوكو تلصق لكم او تحرق لكم الخضره ديالكم. هانتوما نص كاس ديال الماء البنات ما تفوتوش. ها هو كنكبو في جنيب، وغادي نسد البنات الكوكو ديالي، وغادي نديرها فوق البوطه البنات عادي مجهد حتى تبدا تصفر. مي تبدا تصفر البنات نقصوا البوطه في خطره، ردوها بحال الشمعه قليله وحسبوا 10 دقائق وطفيو عليها. غادي ندير الشرم ولاد الحوت ديالي، هانتوما قطعت قبيطه ديال الربيع ديال القزبر، وغادي نعصر نص حامضه البنات. هانتوما غادي ندير قياسي ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره فلفل احمر، 8 معالق صغيره، تخليطه ديال العطريه، والتخليطه ديال السمكه البنات ضروري منها. شويه ديال السودانيه البنات، ودابا البنات غادي نزيد شويه ديال زيت الزيتون، واللي ما عندوش البنات زيت الزيتون يدير زيت المائده عادي، تمشي 4 المعالق كبارين. وعاد البنات غادي نخلط الشرموله ديالي، واحد 3 دريوصه البنات ديال الثومه، 3 الفصوص ديال الثومه. انتوما ضروري البنات من الثومه في الحوت راكم عارفينها، اللي عنده غبره يديرها واللي ما عندوش يديرها هكا خضره، هي من الاحسن في الحوت فالبنات خضره كتجي رائعه ممتازه. ودابا البنات انا كملت الشرموله ديالي، وغنجيب الحوت ديال البنات. ها هو هانتوما البنات كنديرو لهم من الداخل،
ومن البرة تنحكو مزيان البنات. الحوت ديالي راه غادي نديرو في الفران، ما غاديش نقليه، انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليه في الفران. دابا غادي نخليه يرقد ليا واحد شويه يشرب الشرموله ديالو، وغادي نمشي نشعل الفران البنات. وملي غادي نشعل الفران ان شاء الله باش يسخن ليه مزيان، غادي نشارك معكم الشكل اللي غادي ندخلو فيه للفران. ودابا البنات هانتوما جبت المقله ديالي، غندهنها بشويه ديال الزيت المائده البنات هانتوما، وغادي نكحزها على جنب، وغادي نهز الحوت ديالي هانتوما. هنا راه عندي السميده الرقيقه كاع البنات، ها ماشي الفينو، السميده اللي كندير بها الحرشه الرقيقه. وكنلوي الحوت ديالي هكا مزيان، وكنزلو كنبقى البنات مستمره هكا حتى كنكمل الحوت ديالي كامل. عندي البنات حبه ديال الفلفل الخضر مقطع دورات هانتوما كتشوفوها، غادي ندوزها في هاد الشرموله اللي بقات ليا ها هي. وغادي البنات ندوزها حتى هي في هاد السميده هادي هانتوما، راه البنات كتجي رائعه. وغادي نحطها البنات في الجنب ديال الحوت هانتوما، يا ونزلها هنا باش تطيب ليا حتى هي مع الحوت. ودابا البنات غادي ندخل لاطا ديالي للفران هانتوما كيفما شفتو، واحد البصيله صغيره البنات مقطعه دورات هانتوما، حتى هي كندوزها فهاد الشرموله. هانتوما البنات واخا تفركوها هكا حاولوا تفسخوها ها هي، وخلطوها مزيان مزيان باش تلابس كامله فهاد الشرموله اللي بقات ليا هنا. هانتوما البنات حاولوا تجمعوها باش تاخذوا ديك الشرموله اللي بقات ما تخليوهاش هنايا هانتوما. وغادي نديرها بحال هكا بغيتها طيب ليا حتى هي فوق الحوت، لان كتعطيه واحد النسمه رائعه ممتازه البنات هائله، واحد البنه ديال البصله هكا فوق الحوت. ودابا غادي نحشي اللاطا ديالي في الفران، وان شاء الله تنشارك معكم الشكل النهائي. من بعد ما حطيت البصله نسيت ما وريتكمش الحامض البنات هانتوما، كنزل الحامض ديالي كل وحيده تندير عليها دويوره باش تزيد تطلق ليا فيه نسمه الحامض، راني دايره خضر ماشي مرقد. ودابا غادي نحشي اللاطا. ودابا البنات ها هي الخضيره ديالنا هانتوما شوفوا كيفاش جات، راه جات رائعه ممتازه كتجي بنينه بهاد العطريه وبهاد الطريقه اللي وريتكم. هانتوما دابا راها طابت ليا، وغادي نهزها باش غادي ندير ليها شويه ديال الزبده والمعدنوس، وغادي نسوطيهم في المقله البنات. غنسوطي بطاطا بوحدها وخيزو بوحدو واللوبيا بوحدها حتى نشاركو ان شاء الله الشكل النهائي، انا غادي نوريكم كيفاش.
ثم البنات انا درت دابا معلقه ديال الزبده صغيره، درت فيها البطاطا ديالي بيد ما تشحر البنات، نزولها شويه ديال المعدنوسه البنات، راه فيها العطريه كامله راكم شفتوها، فيها كلشي البنات، فيها الابزار، فيها الكمون، فيها الملحه. دابا غير غتصوطه وغادي نحطها بسيط. ودابا ملي حيت البطاطا درت اللوبيا، حتى هي ندير ليها شويه ديال المعدنوس، حتى هي غادي نصوطيها ونحطها، ونعاود ندير خيزو حتى هو غادي نوريه لكم. الزبده ها هو حتى هو كيتقلى ليا في الزبده، وغادي ندير له حتى هو المعدنوس ديالو اللي بقى. هو غادي نصوطيه وغادي نحطو في الطبسيل حتى نشاركو ان شاء الله الشكل النهائي. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا في الفران بالخضيره ديالو، هانتوما كتشوفوا كيفاش جا، راه كيجي البنات ممتاز ورائع، وراه البنات كيصلح حتى في العرايض هكا ديروه، او جاي عندكم شي ضياف او لعائلتكم هكا غير بيناتكم، كيجي هائل وبنين وممتاز. واخا نعيا نشكر لكم، خاصكم تجربوه، كنتمنى من قلبي تجربوه وتجاوبوني عليه في كومونتير، كتبوا لي شي كومونتير زوين بحالكم. واللي تخلصين يتبع الفيديو من الاول حتى التالي ويدير له الطريقه اللي درت له انا باش يجيه بنين ورائع، ويجي ويدير لايك وابوني باش يوصلو كل جديد. واللي مازال ما اشترك في القناه يدخل البنات يشترك في القناه ويدير لايك وابوني باش يوصلو ان شاء الله كل جديد. واللي دخل القناه ديالي مرحبا والف مرحبا، لا ولد ولا بنت، راه هذاك هو نهار كبير عندي، كنزيد نكبر العائله نهار على نهار. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف.